أباطرة الشيعة يتساقطون الواحد تلو الآخر. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. هؤلاء من يلقبون نفسهم بالأباطرة بأقحاح المحاورين. أين أنتم اليوم أمام كتاب الله وقول الإمام؟ صفر على الشيء. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، ألب أرسلان والفاتيح عثمان. طلبات مشروعة وأسئلة مشروعة في إلزامات عجز عنها الشيعة، وما زال الشيعة عاجزون وسيعجزون، لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي معايا. وعليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي معايا. علي أمير العراق. مين يا فندم حضرتك؟ حبيبي علي، علي أمير العراق يا أستاذ أشرف. علي شيعي يا فندم؟ أكيد أكيد شيعي، بس أنا ما ترى الحين ما أعرف موضوع الحلقة. موضوع الحلقة؟ لقيت البيت رأسا اتصلت عليك. ولا يهمك يعني، موضوع الحلقة مكتوب كده، مكتوب أهو: اليوم سأعلن استبصاري وتشيعي بشرف. وأنت أول متصل معايا النهاردة يعني. تمام؟ فأنا عندي شرط بسيط، إذا أجابه الشيعي وحسيت فعلا بأن التشيع دين مختلف تماما عن عقيدة الوهابية أهل السنة النواصب اللي أنتوا بتسموهم دولت، أنا عندنا النواصب يختلفون عن كمل بس كلامي استاذ الفضل. لا لا هم هو السنه هم النواصب يا استاذي. بلاش يعني بلاش تقول لي السنه يختلفون عن النواصب عشان ما طلعلكش من الكتب ان النواصب هم اهل السنه، يعني بلاش دي. لا لا صحيح. نعم تفضل. ما بلاش كلمه مستحيل يعني، اذا طلعت تفضل يا عمرو تفضل. بلاش يا استاذ علي، ما تقوليش مستحيل عشان انا ما بقولش لفظ ما عنديش دليل عليه. ممتاز. انا كل اللي بطلبه اي حاجه اختارها في دولت يعني، براحتك يعني، يعني هطرح كام حاجه وحضرتك اختار منها اللي انت عايزه. انا عايز اتعلم اولا ما هو الايمان، اركان الايمان، وفي القران التي اذا امنت بها اصبحت شيعيا اماميا اثنى عشري. بس ده الموضوع. أركان الإسلام أو الإيمان يعني. أركان الإيمان في القرآن التي إذا آمنت بها أكون شيعيا إثنى عشريا إماميا. سهل ولا صعب؟ أكيد. لا 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 سهل يا حبيبي سهل، بس ترى النظام التشيع ما له علاقة يعني بقضية أركان الإسلام، هو مسلم عادي بس متشيع. لا لا افهم السؤال يا أستاذنا، افهم السؤال فضلا. أنا بقى أطلب الآن. والله ما فهمت عدل. أنا والله. طب ماشي، ما فهمت السؤال يا فندم؟ والله كلش يعني جاي قطع الصوت يا أستاذ أشرف. طيب أنا سؤالي كالآتي: ما هي أركان الإيمان في القرآن الكريم التي إذا آمنت بها أكون شيعيا إماميا إثنى عشريا؟ بس ده شرط الوحيد والله. تفضل أستاذ علي. الإسلام هي الصلاة، أركان الإيمان ولا الإيمان؟ يعني هي مو نفس أركان الإسلام؟ أنا حضرتك أنا بسأل الشيعة أهو، أنا عايز أستبصر اليوم أكون شيعيا إماميا إثنى عشريا. تمام؟ يا أخي ما له علاقة، قولوا علي ولي الله، أنت مسلم شيعي. لا ما ينفعش أكون كده، أنا دلوقتي هذا القرآن أنا بعتقد باعتقاد الشيعة أن هذا القرآن هو الكتاب الصحيح. نعم. الشيعة ما عندهاش كتاب صحيح إلا القرآن، بتقول دايما المقولة دي وحفظناها. فأنا دلوقتي هقعد أدور في روايات ده صحيح، ما فيش كتاب ده صحيح، وده لا ده ما عندناش كتاب صحيح يلزمني ولا يلزمك. خلينا نتكلم في اللي هو الصحيح اللي أقر به دايما عوام الشيعة أنه صحيح. أنا أريد أن أتشيع من هذا القرآن، فأنا عايز أعرف إيه هي أركان الإيمان. تمام؟ لأن الإيمان بالإمامة هي أعلى مراتب الإيمان اللي أكون بها في خلالها إمامي شيعي إثنى عشري. يعني في القرآن مثلا الكريم آية مثلا تحدثت، أكون لو قرأت هذه الآية أكون إماميا شيعيا إثنى عشريا
من إيمان، يعني الإيمان في القرآن. يعني الله يقول في القرآن مثلا في آيات كثيرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إنما البر من آمن بالله وباليوم الآخر إلى آخر الآية. تمام. فحضرتك مثلا هنا أقرأ آية: والذين يؤمنون مثلا بكذا وآمنوا بكذا، أكون من خلالها شيعي إمامي إثنى عشري، ورخص بقى نفسي لا صحيح بخاري ولا كافي، يكفينا كتاب الله. لا في هذا الشأن يعني فضل الإسلام. نعم الإسلام يكون إسلام واحد، تمام، بس الديانات مختلفة، يعني شيعي شافعي حنبلي. لا معلش دي مش ديانات يا أستاذ، أستاذنا الفضل، بس للتوضيح أستاذ علي. أستاذ علي للتوضيح بس. نعم. شيعي حنبلي مالكي شافعي ما اسمهاش ديانات، اسمها مذاهب فقهية. تمام. أنا أتحدث الآن، أنا راجل اعتبرني ما أعرفش عن الإسلام شيء، وكل بسمع حوارات السنة والشيعة الشيعي دائما بيرد ما عندناش كتاب صحيح إلا القرآن، وكل قول بنعرضه على القرآن. فأنا عايز أركان الإيمان، أتعلم أركان الإيمان الموجودة في هذا القرآن، أكون من خلالها شيعي الإسلام. يعني أنا لما جيت أقرأ مثلا في القرآن لقيت مثلا إيه؟ إيمان بالله ماشي، وإذا موجود الإيمان بالله، الإيمان بالأنبياء موجود، الإيمان بالأنبياء برسولة. الإيمان ما هو الأنبياء الرسل، مفيش مشكلة. تمام. وجدت مثلا الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقضاء، الإيمان بالقدر، يعني موجودة حاجات كتيرة يعني للإيمان. نعم. واخد بحضرتك إزاي؟ فهنا فين هنا أجد في القرآن الكريم الإيمان الذي يجعلني شيعيا إثنى عشريا خالصا مخلصا، عشان أكون على قطع الثبوت قطع الدلالة بالنسبة للأمر؟ خلاص انتهت القصة. فضل. مو إحنا يا شيخ أشرف، يا أستاذ أشرف، يعني السنة النبوية والكتب، أنا أرجع للسنة النبوية راح يسقط يعني حكم القرآن. تمام. لأن النبي محمد عرض القرآن إنه وصلنا فكرة عن طريق السنة النبوية. مش ده مش يعني اذا انت استاذ علي يعني انت الان بتقول ما فيش حاجه في القران واضحه جليه تجعلني مؤمنا او من خلالها، من خلال هذا القران، يبقى هذا القران خالي من التشيع الامامي الاثنى عشر، صح؟ لا تشيخ القران ماكو، ولا تسنن بالقران. انا بسال حضرتك الان، هذا القران خالي من التشيع الامامي الاثنى عشر، صح؟ والتسنن بعد لا هو ليس خالي من التسنن. هقول لحضرتك في حاجة، ليس خالي من التسنن، لأن منهج السنة هو اتباع ما جاء في القرآن الكريم بكل تفاصيله بالإيمان فيه. هل عند أهل السنة ما يخالف شروط الإيمان في هذا القرآن؟ لا يوجد. هل عند أهل السنة ما يخالف أركان الإسلام في هذا القرآن؟ لا يوجد. هل أهل السنة اتبعوا هذا القرآن؟ نعم. أما حضرتك، أنا عايز أتبرأ مثلا من الصحابة وهل أجد آية في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ اسمع أستاذ الفاضل، اسمعني. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أجد آياته في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله أكبر، رضي فعل ماضي عن المؤمنين، والذين المؤمنين. تمام. إذن هنا في الآية القرآنية ما قال المسلمين. يا أستاذي الله يصلح حالي وحالك. ليش رب العالمين؟ يا أستاذي وحالك. ليش رب العالمين؟ يا أستاذي الفاضل. دقيقة. يا أستاذنا الفاضل. دقيقة. يا أستاذ الفاضل اسمعني للنهاية. لقيت هذا القرآن يأمرني بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ما لقيتش فيه خمس. واخد بال حضرتك إزاي؟ لقيت هذا القرآن يتحدث عن النكاح الدائم ولم يتحدث عن المتعة. لقيت هذا القرآن يتحدث عن الجهاد في سبيل الله والعمل بأحكام هذا القرآن، لقيته معطل عند الشيعة الاثنى عشرية في بعض الأحكام. لقيت أن هذا القرآن يقول: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لقيت الشيعة معطلة صلاة الجمعة. فحضرتك الآن أنتم المخالفون وليس نحن. نعم. فضل. نعم. طبعا الخلاف ترى بسيط، بس هي العملية أكو شد بالرأي وتعظيم بالمسائل. تمام. سؤال شيء، يعني إذا أريد نطرح كتبنا وكتبكم ونقعد جلسة واحدة ترى خلافات بسيطة، يعني خلافات بسيطة؟ لا مش بسيطة ولا حاجة. طب أقول لحضرتك على حاجة. تفضل. اشرح لي التوحيد
والشرك في الفكر الشيعي، ما الفرق ما بين التوحيد والشرك عند الشيعة الاثنى عشر بأقوال أهل البيت؟ وأنا أتشيع يا سيدي. يلا سؤال بسيط ليك أنت خاصة. أنا ما حاضر يمي كتاب، بس الشرك بالله، اللي يكفر بالله، كفر بنبيه، اللي يكفر الشرك يا أستاذ الفاضل، استنى 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 استنى، إيش الشرك اللي يكفر بالله؟ إيش علاقة الكفر بالشرك؟ الشرك شيء والكفر شيء. أنا أقول لك أتبع شيء غير من غير الله، أتبع. ما هو مفهوم الشرك أولاً إنسان من غير الله يا أستاذنا؟ ما هو شخص. ما هو ما هو مفهوم الشرك أساساً؟ مفهوم الشرك يعني واحد يعبد الأصنام، بس يعني كده؟ يشرك بالله بس كده؟ هو ده الشرك ولا شرك؟ هذا شرك يعني. يعني الشرك واحد بس هذا يعبد شرك الأصنام، هذا شرك؟ يا أخي، يعبد الأوثان الأصنام، يعبد يعني معلش الأبقار، يعني هذا يعتبر شرك. بس يعني إذا كنت إنسان ملحد، لا دين ولا مذهب. طب ما استنى بس، الله يصلح حالي وحالك. يعني الشرك الذي يعبد الأصنام فقط ده هو المشرك عندك؟ أنا عندي حسب قناعتي، لأن ما مفيش جاي حاجة أقرأ اسمها كتاب قناعتك، احنا عايزين إيش نتعلم، هذا. احنا في دين يا عم الحاج، مش في مع صحة الأحوال النفسية والاجتماعية، احنا بنتكلم في عقيدة، مفيش حاجة اسمها قناعاتي. قناعاتي دي توسع كده وتحطها جنب أكيد. الحيط، احنا بنتكلم الآن لا بس أنت يعني بدون إنسان قناعات. فاهم، يعني يا ريت توصلنا فكرة. لا بس أنا عايز أعرف بس، كيف الشرك هو عبادة الأصنام فقط؟ مو فقط يعني أي شيء تخليه بدار رب العالمين يعتبر شرك. المجوس مسلمين غير مشركين؟ مشركين ليه؟ زي ما كانوش بيعبدوا أصنام، المجوس مشركين، ليه ما بيعبدوش أصنام؟ المجوس بيعبدوا نار مش أصنام. ما يا أخي، لا هو مو قصد الجماد، يعني قصد الشيء يا أخي. شيء قصة بس اكتب لك طب كلامنا، انت مو قصد انت بس الشيء معلوماتك فقط. على قدك استاذ علي، ايش شكرا ليك. كان يا ريت تبعت لنا اي عم شيعي يدعونا الى سؤالنا فضلا وليس امرا. شكرا ليك على اتصالك استاذ علي. لا لا حبيبي، بس لحظة، بس لحظة، بس لحظة لحظة حبيبي، خليني افهمك. هتفهمني حضرتك مش فاهم اصلا، هتفهمني ازاي وانت مش فاهم؟ مو انت جاي مثل وزني، ما جاي تفهمني بصورة صحيحة. بس واحدة واحدة فهمني حتى تفهم كلامك. افهمك ايه يا استاذنا؟ الو، افهم حضرتك ايه؟ يا حبيبي افهم حضرتك يا استاذ علي، فهمني، افهمك يعني ايه؟ انت تقصد ناس الشيعة مجهول؟ لحظة لحظة لحظة، لا ما اقصدش كده. تقصد طب الشيعة راجع الحلقة مجهول؟ يا استاذ علي عشان بس الصوت عندك في تقطيع. شكرا ليك يا استاذ علي عشان ما نضيعش وقت على الفاضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل معايا. كيف حالك اخي العزيز؟ اتفضل معانا. مع ابو القاسم. مين؟ ابو القاسم. ابو القاسم شيعي ولا سني يا ابو القاسم؟ ايدي ناقش الشيخ. انت معايا على الهواء، اتفضل يا ابو القاسم. نعم جيد. نعم المنشور يقول البث المباشر عن كذب ضلع. كسر فاطمه الزهراء في كسر ضلع الزهراء. نعم. لسه بقالنا ساعة بنبحث عن سند صحيح عند الشيعة الاثنى عشرية في مروات الشيعة الاثنى عشرية على مباني الشيعة الاثنى عشرية بأن الزهراء كسرى ضلعها، يعني بأن دلوقتي يمكن زين ساعة وعشر دقائق. شيخ جيد، تفضل. أثبت لك أنه هذه حلقة قضية موجودة في كتبكم الصحيحة. هات لي يا عم في الكتاب الصحيحة أن الزهراء كسر ضلعها وأسقط كنينها، تفضل بروايات صحيحة ومن صححها. يلا عشان نختصر. جيد. لكن عند الشيعة ما فيش، صح؟ عند الشيعة ما فيش حديث صحيح، ده أهم. لا لا، لأن الشيعة مو حجة عليك. لا أنا بسألك أنت كشيعة بتاخد دينك من كتب الشيعة، ما عندكش رواية صحيحة بالموضوع، فبالتالي بتحاول تبحث عن ضلالة. في ليه؟ أنا حتى أقدر أنا أثبت لك إنه عمر كسر ضلع فاطمة الزهراء. يلا هذا في إثبات. هات لي من كتب السنة يلا إن عمر كسر ضلع فاطمة. جيد. ابن أبي شيبة. بقول لك إيه، لسه ردينا على الحديث ده أول الحلقة. الله يصلح حالك. عندك في الحديث ده ابن أبي شيبة. عندك في الحديث ده اسمع أنت هتقراه أن عمر ضرب فاطمة وكسر ضلعها وأسقط جنينها، قبل ما تقراه كده عشان الوقت. لا لا، في هذا الحديث هدد على الدار. انا بسالك سؤال، شوف يوم ابسط ضيع. من البساطه، عندك في كتب السنه او في روايات اهل السنه يا اخي ارحمونا وافهموا، ارحمونا وافهموا، عندك في هذا الحديث
أن عمر ضرب أو حرق أو كسر أو أسقط الروايات الشيعية عندك في الحديث ده من يثبتها؟ نعم عندي، لا ما عنديش، ما عندكش دور على غيره عشان نقتصر الوقت. تفضل. انت ما انت عندك اشكال ان عمر هدد فاطمه زهراء بحلق الدار؟ يا الله يا ولي الصبر، لو ما عندك اشكال يا الله يا ولي الصبر انت حطتك دليل تجاوبني. طب اقرا الحديث، اقرا الحديث عشان تريح اعصابك بس، وقول لي اين هدد فاطمه. انت اين هدد فاطمه؟ جيد في مصنع ابن ابي شيبه. مش فاهمين ها؟ يكمل كمل كمل. في شيبه قال يا ابن فاطمه، بلغ عمر وخرج حتى دخل على فاطمة الزهراء عليه السلام فقال يا بنت رسول الله والله ما أحب إليك من أبيك وما أحب إلي من أبيك، فمن فاجتمع نفر عنده وأمر أن تمر بحرق عليكم بيتكم، فلما خرج جاء وقال صوتك بيقطع، صوتك بيقطع، صوتك بيقطع، انت مالك مرتجف ليه كده؟ ما واحده واحده راح اعطيك الحديث وانت اقرا. لا لا انت اقرا، انت مش عارف تقرا اساسا هتفهم. ليه راح اعطيك الحديث وانت اقرا؟ يعني انت مش عارف تقراه هتفهمه؟ ده السؤال يعني، انت مش عارف تقراه؟ لا ليش ما اعرف اقرا؟ طب اقرا كده. ليش ما اعرف اقرا؟ طب اقرا كده. ايه مصنع ابن ابي شيبه يقول بلغ عمر ذلك حتى دخل على فاطمة الزهراء عليه السلام فقال يا ابني يا بنت رسول الله ما أحب إليك. شنو؟ أنا ما تكلمتش، أنا سايبك. إيه والله يا بنت رسول الله ما أحب إليك منه، واجتمعوا هؤلاء النفر عند أن تأمر أن تحرق عليها عليهم البيت. فقال لما خرج عمر بن الخطاب جاء فقال تعلم ان عمر قد جاء وحلف بالله قد جاء وعد. هذا الحديث قد جاء؟ اي جاء. متاكد جاء ولا جاء؟ عندما خرج جاء ولا جاءني؟ عندما خرج جاء. جاء. طيب ايه راح الحديث؟ ايه راح كمل 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 كمل. صوتك راح فين؟ شنو هو صوته؟ هو عمر بن الخطاب هدد فاطمة الزهراء بحرق الدار. شنو يعني صوته؟ تهديد فاطمة هنا في الحديث، مش شايف تهديد فاطمة أنا. يعني الحديث قدام الناس على الشاشة مش شايفين فيه تهديد لفاطمة خالص يعني. اتفضل. فين تهديد فاطمة هنا يعني؟ أين التهديد؟ شنو من ها؟ شنو هذا التهديد؟ أكثر من هذا التهديد؟ فين التهديد لفاطمة؟ ما تقول لي فين التهديد لفاطمة في الحديث أصلاً؟ جاء عمر يقول فاطمة زهراء عليه السلام أن عمر قد جاء أو قد حلف لأن عدتم لحرق عليكم بيتكم، هذا تهديد. شنو أنا التهديد؟ يحرق على مين؟ أي هذا عندك الحديث يعني؟ هي وجدت التهديد. أي قال الحديث؟ الحديث مو هنا بس اسمع عشان يا رب يفهم يا رب. أي هو هنا قالت تفضلي ليحرق عليكم ولا ليحرق علينا؟ أحرق عليكم. بالتهديد كلمين أصلاً لفاطمة ولا لعلي والزبير؟ الموجودين في البيت. أنا بسألك سؤال، قالت ليحرق عليكم ولا ليحرق علينا؟ عليكم الموجودين في البيت. رأت فاطمة أن التهديد لعلي والزبير فقالت فانصرف ولا تعود حتى طروا الأمر، فانصرف وبايع. فين الحرق؟ فين الكسر؟ فين الضرب؟ وين بايع؟ وين بايع؟ وين بايع؟ وين بايع؟ كمل الرواية، كمل الرواية، كمل الرواية. وين كمل الرواية؟ جيب من جيبك وين بايع؟ كمل الرواية. طيب كمل انت شنو؟ كمل الرواية اللي انت بتقراها. هي الرواية كملت. لا كملها، ايه اللي كملت؟ ايه اللي كملت؟ كمل الرواية للاخر، هتلاقي كده فانصرف حتى بايع. كمل الرواية يا حبيبي. وين بايع ابو بكر؟ ما في الرواية، ما موجود عندي بايع. في الرواية نفسها والله على الشاشة اهي، بص على الشاشة، بص على الشاشة كده عندي كده. قادر الرواية بتقرا منها من المصنف اهو. قادر الرواية. انت تقول فانصرفوا عنها فلم يرجعوا اليها حتى بايعوا ابي بكر. قادر الرواية تكملتها ايه في المصنف. ايه كيف كيف بايعوا ابو بكر؟ مش ده موضوعي، مش ده موضوعي، مش ده موضوعي. لا لا انا موضوعي الان، انا موضوعي الان، انا موضوعي الان. دقيقه يا عم بس، بلدي دقيقتين. دقيقه اهدى عليا. شلون
شلون بايع يا ابو عمي بكر؟ شلون انا بايع؟ دلوقتي سؤالي واضح، اي هنا في الروايه تمت البيعه، هنا في جيد جيد. الروايه انت ما لم عندك يحدث اشكال. تحريض، هنا في الروايه لم يحدث ضرب، هنا في الروايه لم يحدث هدد ام كسر. لا؟ الان سؤالي واضح هدد ام لم يا يهدد؟ عمي، التهديد واقع لكن لعلي والزبير تمام، ولكن هل قام واضح من التهديد عليك لعلي والزبير؟ عليك لم يقم عفيف. التهديد، ولسه قايلين الكلام ده في بدايه الحلقه. الان انا سؤالي واضح للشيعي اسمعني الاثني اسمعني، عشري، التهديد التهديد بس لعلي وزوير؟ امال لمين؟ فاطمه قالت يحرق علينا الدار، من عليكم؟ من عليكم؟ عليكم 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 كلكم مين يا المقصود أهل البيت. بعليكم؟ مين من المقصود بعليكم؟ فاطمة وزوير وكل من بالبيت والحسن والحسين وكل من موجود البيت. لا انت كذاب كده، بتألف من راسك كده لا اسمع تمام، انت كده اسمع كذاب اسمع زوير بتألف من راسك كده، لان الروايه لم لا ذكرت مو حسن كذاب. ولا ذكرت الحسين ولا ذكرت حتى ان التهديد قائم لفاطمه. ثانيا انت هل فاطمه، انت اسمعني بس، بقول لك اسمع يا ابني، اسمع يا ابني، اسمع يا حبيبي، اسمع يا حبيبي، خلي عندك دقيقة ثقافه دقيقة. الاستماع، انت منو قلت خلي عندك ثقافه الاستماع، فاطمة الزهراء ما خلي عندك ثقافه الاستماع. الان جبت معتمدة روايه من الجامعة اهل السنه لم يثبت فيها لا كسر ضلع ولا حرق الرواية للدار ولا ضرب ليها. اين ورد حديث صحيح الضرب في هسه مرويات نرجع الشيعة نرجع في دين الشيعة أن فاطمة كسر ضلعها وأسقط لا جامعها؟ لا تفضل. اسمع 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 شوف شوف اسمع هذا حتى حتكون حجة عليك أصلا، يعني طيب أنا أحتاج تفضل، عليك بكتبك. حب علينا وخلاص، احنا عرفنا الرواية وعرفناها وسمعناها وفهمناها، ادينا بقى ما يثبت كسر الضلع التهديد وإسقاط المحسن وحرق الدار وكل هذه جيد. الأمور. يلا تفضل بسند صحيح عند الشيعة. التهديد من في البيت؟ التهديد من في البيت؟ هتجاوب ولا اقفل في وشك؟ لا تتهرب. التهديد من في البيت؟ طيب كل يبقى من في انت البيت عايز نقفل في هددهم. وشك. اللي بعده اللي بعده. ابو مرتضى من العراق، شيعي ولا سني يا ابو مرتضى؟ شيعي والحمد لله. عندك اجابه عن سؤالنا من صلى على الحسين واقام بدفنه؟ نعم تفضل. ما بسم الله الرحمن الرحيم. ما رواه الشيخ الكليني في الكافي تفضل بسند معتبر الى احمد بن عمر الحلال او غيره عن الرضا عليه السلام قال قلت له انهم يحاجون ويقولون ان الامام لا يغسله الا امام. نعم. قال فقال عليه السلام فما يدريهم من غسله. فما قلت لهم، فقلت جعلت فداء، قلت لهم إن قال إنه غسله تحت عرش ربي فقد صدق، وإن قال غسله في تخوم الأرض فقد صدق. قال عليه السلام لا لا هكذا. فقلت فما أقول لهم؟ قال قل لهم إني غسلته. فقلت أقول لهم إنك غسلته؟ فقال نعم. هاي الرواية. ده مين من الإمام الرضا ده؟ غسل مين بالظبط يا أستاذ؟ الإمام علي بن موسى الرضا، الإمام الثامن. غسل مين؟ شلون؟ غسل مين؟ غسل مين الرضا؟ الإمام جعفر بن محمد الصادق يقول قل لهم أنا غسلته. غسل مين يا حبيبي؟ الإمام موسى غسل مين؟ غسل مين؟ غسل مين؟ هي الرواية هيك واردة. أنا بسأل سؤال، ركز يا أبو مرتضى، من الشيخ غسل الكليني في الكافي الحسين؟ بسند المعتبر. يا عم اسمعني بس، من غسل الحسين وقام بدفنه؟ ده السؤال. لا إله لا إله إلا الله. الرواية دي اللي أنت أهي في مسند الرضا، يعني اسمع بس، اسمع بس، أدي الرواية اللي أنت بتقراها. الكليني رحمه الله عن الحسين بن محمد الأشعري عن كذا عن كذا عن كذا، سمعت أبا الحسن الرضا يقول الأئمة خلفاء الله في أرض، باب تغسيل الإمام عليه السلام. الكلين عن الحسين عن تمام، عن احمد ابن عمر الحلال او غيره عن الرضا، قلت له انهم يحاجون يقولون ان الامام لا يغسله الا امام، فقال ما يدريهم من غسله. تمام، غسل مين؟ احنا عايزين نعرف غسل مين. روح الصفحه اللي بعديها، صفحه 93. قلت لهم، قال قل، فقلت جعلت فداك، قلت لهم إنه إن قال إنه غسله تحت عرش ربي فقد صدق، وإن قال غسله من تحوم الأرض فقد صدق. لا، قال لا هكذا. قال فقلت، قال فما أقول؟ قال قل لهم إني غسلت. فقلت أقول لهم إنك غسلت؟ قال نعم.
تمام عنه رحمه الله عن الحسين عن كذا. غسل مين أستاذ الفاضل؟ يعني مين اللي اتغسل هنا؟ مين اللي متغسل أساسا من الإمام الرضا؟ يعني الرضا الإمام الرضا ترد على الروايات وترد على إشكالك. الإمام غسل مين الإمام الرضا؟ أنا عايز أفهم الإمام الرضا غسل مين؟ أنا بعطيك نص، أنا ما لي علاقة بالشرح، أنت لا تقول لي غسل مين، الرواية واردة هيج. أنت عبيط يا ابني؟ أنا بسأل في الحسين. اسمع الرواية الثانية. اسمع، أنت هتقعد تحكي لي قصة حياتك إلا اسمع الرواية الثانية مش لما نخلص. أنا بسألك من غسل الحسين ابن علي؟ تمام؟ جاي أقول لك هذا استدلال. ودفنه، آسف، من صلى عليه وقام بدفنه؟ أنه علي بن الحسين هو اللي غسل. غسل مين؟ الإمام علي بن الحسين غسل أبوه. دليلك، ما احنا عايزين الدليل. أنا قدمت دليل أن من صلى على الإمام الحسين ودفنه ليس ابنه. أنا قدمت أدلة في الحلقة اليوم إنه ليس ابنه الذي فعل ذلك من كتب الشيعة. فعندك دليل أن علي بن الحسين هو من صلى ودفن الحسين؟ إحنا عندنا ثابت بالشريعة أنه اللي معصوم ما يغسله ولا يجهزه ولا يصلي عليه إلا معصوم. طب أنا عارف، طب أنا قلت لك، طب أنا عارف يا زكي زمانك يا أبو مرتضى، قلت الكلام ده في بداية الحلقة. إثبات أن الحسين دفن وصلي عليه من غير إمام يهدم نظرية الشيعة في أن الإمام لا يغسله إلا إمام، لأن ورد في مرويات الشيعة أن من غسل الحسين قوم غير معصومين والذين دفنوه قوم غير معصومين. فهل عند الشيعة الإثبات الذي ينقض كلامي الذي يقول أن هناك من هو دفن؟ هو كلامك شلون ثبت؟ عندك شيء ثبته؟ ما هو كتاب الإرشاد للمفيد قريناه على نعيده تاني، الإرشاد للمفيد في الجزء الثاني صفحة 114. ولما رحل ابن سعد خرج قوم من بني أسد كانوا نزولا بالغادرية إلى الحسين وأصحابه رحمه الله، فصلوا عليه ودفنوا الحسين حيث قبره الآن، ودفنوا ابنه ابن الحسين الحسين الأصغر إلى آخر الكلام. فضل، عندك دليل يثبت عكس ذلك؟ فضل فضل. ما رواه الكليني بسند معتبر عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام من غسل فاطمة؟ قال ذاك أمير المؤمنين عليه السلام، وكأني استعظمت ذلك من قوله، فقال كأنك ذقت بما أخبرتك به، فقلت قد كان ذلك جعلت فداك، فقال لا تضيقن فإنها صديقة ولم يكن يغسلها إلا صديق، أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى؟ هذا استدلال. أنت بتسمع حضرتك السؤال وبتتكلمني في وادي تاني. أنا يا عمي أنا مالي بفاطمة الآن، أنا أتحدث عن الحسين وعرضت أقوال أن من دفن الحسين. الإمام الحسين عليه السلام اللي وارده أم روايات موجودة؟ يا عم هات لي رواية واحدة من دفن الحسين وصلى عليه إنه ابنه خلاص المعصوم ونخلص. أنا جبت دليل إنه صلى عليه غير معصومين وغير أئمة، عندك دليل إن من صلى عليه معصوم ودفنه معصوم؟ رحت في فاطمة، رحت لي للإمام الرضا. يا أخي أنتوا بتاكلوا إيه؟ نفسك ممكن أسألك سؤال، أنت بتاكلوا يا أبو مرتضى؟ تاكلوا زي أنت الاستدلال متى تجي بس رواية؟ استدلال يا ابو استدلال، استدلال ايه؟ هذا استدلال على انه المعصوم لا يغسله ولا يصلي عليه الا معصوم مثله، هذا ناقض. طب عايز اسالك سؤال، عايز اسالك سؤال، هي مش فاطمه عندك طاهره مطهره؟ عندي وعند كل المسلمين. لماذا لماذا تغسل اذا كانت طاهره مطهره؟ هي طاهره والمعصوم مثلها هم طاهر. لماذا أنا بكلمك في فاطمة، لماذا تغسل؟ لكن هذا أمر التغسيل لازم تغسل. ولماذا يغسل الميت أصلا؟ أنتم عندكم الميت ما تغسلوه؟ أنا بسألك سؤال، إحنا نغسل الميت، ليه نغسل الميت أصلا؟ غربي الشريعة هيك تقول؟ لا لا والله الشريعة بتقول يغسل الميت للتطهير، تمام؟ يغسل الميت للتطهير، ممتاز. شلون؟ شلون؟ إيه شلون؟ شلون؟ لماذا غسلت فاطمة وهي مطهرة؟ إحنا بشر عاديين غير طاهرين، نغسل حتى نطهر. لماذا غسلت فاطمة؟ إيه. هذا إشكالك يصعد لرسول الله، رسول الله أيضا غسل. لا ده عليكم أنتوا، مش عندنا إحنا.
عندكم انتوا يكون اشكال انت على وقت رسول رسول الله الله، ما يكون تغسل؟ اشكاله على علي، ما تغسل؟ يكون اشكاله على الحسن. في دين الشيعة انتوا المفروض اصلا الائمة عندكم طاهرين مطهرين لا يجسلوا اساسا. بس خلينا في فاطمة، يعني لماذا فاطمة تقول طاهرة مطهرة؟ لماذا تغسل والغرض من الغسل اصلا الطهارة؟ الطهارة مو بس الطهارة، الغسل للميت مو بس الطهارة، يا راجل الطهارة من شنو هو؟ يا راجل يا راجل جسدها طاهر يا مطهر. راجل، لما تجيب لي كده ان الغسل للميت ليس للطهارة، دليل كده يقول لي ان الغسل للميت ليس للطهارة؟ يا اخي انتوا بتعاندوا لمجرد العناد، والله انت كشيعي تعاند يعني لمجرد هسه انت ما العناد. فهمنا انت انا مش فاهم، قسما احنا بالله ما انت اللي فهمنا انت مزنوق، شو تريد. قسما بالله انت اللي محشور ومش عارف تتكلم تقول ايه. انا اللي مش فاهم، انا عارف ان انا فاهم، ولجلاجة كلامك قدام الجمهور كله توضح اساسا يعني انك انت بس بتعاند لمجرد العناد. مين قال لك ان الغسل فقط للطهاره؟ ما الغسل بيكون ليه يا حبيبي؟ للنظافه؟ نقول للنظافه، المعصوم مش نظيف عندك ولا حاجه؟ رد عليا. اصبر لي يا ابوي، اصبر لي هسه. اتفضل اتفضل اتفضل، صبرت لك. انت مو تريد الاستدلال على انه الامام عليه السلام لا يغسله الا امام لا مش الحسين، ده هذا موضوعي، ينطبق على الامام مش ده الحسين. موضوعي الان. بس انا دلوقتي موضوع الان، انت اللي دخلت في غسل فاطمه فزنقتك بسؤالين فعملت نفسك خلاص مش فاهم حاجه. بس هسالك سؤال ابو مرتضى ما بينك وبين نفسك كده، ما سالتش نفسك السؤال ده من قبل كرجل شيعي كده شنو معاند، السؤال؟ ان لماذا يغسل الامام هو المفروض طاهر في عقيدتنا مطهر؟ أنا ما سأل نفسي هذا السؤال، ما يحتاج. هو الإمام، الإمام ولا غير الإمام؟ هو الميت يغسل. لا يا حبيبي مفيش حاجه اسمها هو الميت يغسل عندك. عندك اصلا مش الائمه المفروض ان ماتوا شهداء اصلا في دين الشيعه؟ ما سمعت مش السؤال شلون؟ الائمه عندك ماتوا شهداء اساسا؟ أكيد هم شهداء. وهل الشهيد ليس يغسل؟ منا إلا مقتول ايوه، أو شهيد. هل الشهيد يغسل؟ لا يجب تغسيله. طب لماذا غسلت فاطمه وهي شهيده؟ هي ما استشهدت رأسا من ذيك الضربة، بقت هي عايشة يعني فترة. نقول كذب من يدعي وقال ويلقب فاطمة بالشهيدة كذاب؟ اللي يقول فاطمة شهيدة كذاب؟ ها؟ لأن أنا لم تكن ميتة شهيدة لا لذلك صادق. غسلت؟ هي غسلت لكن ما استشهدت بنفس اللحظة. يا راجل يبقى إذا انتفت الشهادة. طب علي بن أبي طالب مات شهيدا أم ليس مات شهيدا؟ الإمام عليه السلام أيضا شهيد. لماذا غسل؟ هو الغسل ساري يعني هذا على الجميع. مش احنا لسه يعني بنقول أنت الشهداء لا ذكرت يغسلون؟ مش الرواية لسه انت قايل يقول بلسانك أنه ان الشهداء لا النبي يغسلون؟ عيسى عليه السلام استنى بس، غسل الأمة. احنا مالنا بامه؟ هي امه شهيده؟ احنا بنتكلم دلوقتي في ان الشهداء لا يغسلون في شرع الاسلام. عندك علي بن ابي طالب شهيد صح؟ لماذا غسل؟ شنو شهيد؟ احنا ليش على المعصوم؟ الامام علي بن ابي طالب مش عندك شهيد؟ شهيد صحيح. لماذا غسل والشهداء غسل لا لانه ما يغسلون؟ استشهد بارض المعركه. والله لانه لم يكن يستشهد في ارض بارض المعركه. المعركه يعني الامام، يعني انت يصير تعترف ان الطفل الامام لم يكن في معركه طوال حياته ما بين الحق والباطل. شكرا لك يا ابو مرتضى. اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعد، دينكم كله بطيخ. نرجع لموضوع الحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطلبك مين معايا؟ أسد الله علي الذي أمه تتمتع. يا راجل أمك بتتمتع من إمتى يا أسد؟ أنت قلتها فدعني أرد وأتحداك أن يا أخي تأتيني من هذا الكلام من كتبي. يلا بس اهدى كده على نفسك، واذا تريد ارد اهدى على كده على سؤالك، نفسك، اهدى كده واذا على نفسك، تريد ارد على سؤال الحلقه اهدى ارد كده على على سؤال نفسك، الحلقه. اهدى كده على نفسك. يعني انت امك لو راحت يلا تتمتع لا يحق لها ان تتمتع وهي متزوجه؟ عايز تقول لي كده؟ انطيني، نعم انطيني طيب دليل بانها اسماء قالت لابو بكر سوف اتمتع. يلا انت دلوقتي مالكش دعوه باسماء، انت عايز امك دلوقتي، انت مالك باسماء بقى؟
عملت نفسك دلوقتي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء عملت نفسك ليه الراشدين. دلوقتي اهبل وعبيط يا اسد؟ انت اتفضل. لسه بتقول لي اعطيني دليل ان امك يجوز حبيبي. لها ممارسه المتعه. ايش دخلك في اسماء؟ عايز دليل ان امك يجوز لها ممارسه المتعه؟ انا هي الاثنين. مش عايز الدليل؟ جاوب على سؤال الحلقه. انت عارف ان هطلع لك الدليل انه يجوز لامك ان تتمتع وهي متزوجه. تمام؟ اطلع 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 يلا طلع. طيب ادي كتاب الكاف. اسمع يا ابني اسمع يا ابني اسمع اسمع اسمع. ولا ما سالتها ولا ما سالتها. لما انت عارف وليه ما سالتها؟ يبقى امك لو راحت لواحد وقالت له دلوقتي اتجوزني متعه هيقول انت متجوزه ولا لا؟ مش هيسالها، هيتجوزها متعه. امك ممكن تعمل كده ولا مش ممكن تعمل كده يا اسد؟ زينين امك تعمل كده؟ مش ممكن يا حبيبي. ولا ما سالتها. انا بسالك سؤال اسد قبل الزواج مو بعد أسد. الزواج اسد امك لو راحت لواحد قالت له انا عايز اتجوز متعه هيمارس معاها المتعه ولا لا؟ ايه رد عليا. وهي متزوجه؟ اه هي راحت قالت انا عايز امارس المتعه. واحده راحت قالت حرام شرعا عليها. استنى يا ابو استنى استنى. حرام شرعا. ليه 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 ليه؟ الامام قال وليه ما فتشت عنها؟ ما لحقش للراجل انه يسالها انت متجوزه ولا لا؟ من حقه ان يلبي رغبتها بدون السؤال. صح ولا مش صح؟ المرأة مصداق على نفسها. رد ايوه مصداق على نفسها. مصداق على نفسها. الحرام واقع على امك ولا واقع اللي اتمتع معاها؟ المرأة مصداق. انا بسالك بس الحرام واقع على امك يا اسد؟ اهدى كده اهدى اهدى. لا اسمع انت واهدى اسد. اسمع واهدى وتثبت لي معتقد. اسمع واهدى اسمع واهدى يا اسد. اسمع واهدى اسمع واهدى الان. يبقى اذا هناك امراه متزوجه، امك مثلا ذهبت نعم. لملة او لمرجع وقالت له اريد ان امارس المتعه، الضرر واقع عليها هي، لكن من تمتع بها ليس عليه ضرر. نعم. صح ولا مش صح؟ احسنت. شكرا ليك. اذا يجوز لامك ممارسه المتعه. هي ما عليها ضرر. الضرر واقع عليها هي وليس على المتمتع بها. ايه بالضبط. المتمتع ليس مصداق بس المراه مصداق على نفسها. شكرا ليك بس. وانت انت قلت نفسك ابي بكر عندما ذهبت وتمتعت. سيبك بس سيبك من اسماء انها ذهبت وتمتعت. بس اترك اسماء اترك اسماء وبلاش تلف ودوران. ممتاز. ده اولا. ثانيا شنو ثانيا بس عايز اسالك سؤال في موضوع متعه اسماء. اسمع بس، مش انت عندك روايات يا اسد ان جبرائيل صعد الى النبي وقال قد غفر الله لامتك من المتمتعات من النساء؟ صح مغفور لهم. لا هو شرع الله. انا بسالك سؤال، عندك روايه يا عم؟ اسمعني بس، عندك روايه يا عم؟ اسمع 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 اسمع، عندك روايه ان الله ان جبرائيل صعد الى النبي وفي رحله الاسراء والمعراج وقال ان الله يبشرك انه غفر لامتك من المتمتعين من النساء؟ صح ولا مش صح؟ بلا. لا مو صحيح، لان الاسراء والمعراج لم تكن المتعه مشرعه. بلالم. ممتاز يا اسامه. ورب الكعبه ان انا وقعتك في الفخ اللي انا عايز اوقعك فيه. فكيف تزوجت اسماء متعه والمتعه لم تشرع؟ اسمع اسمع، شوف انا جبتك ازاي. والمتعه لم تشرع الا بعد 6 سنوات من الهجره وهي متزوجه في المدينه في مكه من الزبير في ايام قبل الاسراء والمعراج، حتى بعد وفاه قبل وفاه خديجه وابو طالب. يلا جاوب بقى يا بطل. يلا 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 جيب لي روايه بقى عن الزبير لم يطلقها. يلا شفت جبتك ازاي؟ انا عارف انت تيجي منين. ماشي؟ فجبتك من الطريق. اصل اقول لك متى ابيحت المتعه ومتى تزوجت اسماء متعه ومتى فعلت متعه، تمام؟ هتعمل نفسك عبيط ومش هترد. الآن أسماء متزوجة من الزبير من قبل الهجرة، وأنجبت عبد الله بن الزبير على أغلب الأقوال 2 هجرية، والمتعة أبيحت 6 هجرية، فكيف تزوجت متعة؟ دي من أكاذيب الشيعة الاثنى عشرية. تمام؟ وقول فعلناها كانت في متعة الحج، ولكن هتمشي مع الشيعة أنها متعة النساء. رد اسمع يا أسد بس كده دون صرصرة. لما اجي اقول لك يا اسد لا تسد المايك.
انا مش هتدد المايك عشان انت بس بتسرسر كتير. انا هسألك سؤال اخر يا اسد في هذا الموضوع. مطلقة تجاب على الهجرة مطلقة مطلقة اسمع دليلك يلا دليلك ان هي مطلقة من الزبير يلا قبل الهجرة. قسما بالله الان اتسنن اذا ما طلقها الزبير. ايه مالكش دعوة طلقها امتى الزبير ده بعد بعد الهجرة وبعد. انا بسألك سؤال جاوبني على قدر سؤالي. اين طلقت اسماء قبل انجاب عبد الله بن الزبير؟ تفضل دليلك. احسنت عندما جاءت لابنها الزبير وقالت لابنها الزبير وقالت. انا بسالك متى طلقت قبل انجاب عبد الله بن الزبير ده اولا. هتقول لابنها الزبير وقالت تزوجت متعة. طيب يا اسد يا اسد. نعم. مش المتعة عندك حلال؟ نعم نعم. هل النساء طب هسألك سؤال أسهل. هل النساء التي تمارس المتعة هيخشوا الجنة مغفور لهم ذنوبهم ولا لأ؟ سنة النبي. أنا بسألك سؤال أنا بسألك سؤال يا عم بسألك سؤال. هل النساء التي تتزوج متعة مغفور لها أم لا بالزواج المتعة؟ مغفور لها لأن إذا ما لها أسماء بالنار. ممتاز. رد ترد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها المغفور له. نعم كل الصحابة فعلوا. يا عم رضي أنا بسألك شو بحدد لك أسماء قول رضي الله عن أسماء بنت أبي بكر المغفور له. أسماء إذا كانت متمتعة على سنة الله هو رسوله فهي مغفور لها. لا قول رضي الله عن اسماء. ان انت لسه بتقول انت متعت وانت بتثبت دليلها بالمتعه بزواج المتعه. قول رضي الله عن اسماء بنت ابي بكر المغفور لها ولعن الله سبابيها وخاتميها. انت من صدرك محرر. انت من بكى عليك انت محرر. انت من صدرك محرر. تخش وتطلع منها. اصل يا اسد انا اعرفك بقالي 10 سنين تقريبا. فانا عارف اجيبك ازاي تمام. انا بلعبك كده شويه لعبك كده شويه بكلامك. ليه اتعصبت يا اسد؟ انت راجل وصلت لل 70 من عمرك يا رجاله جلطه ولا ذبحه؟ انت خليك انت اصبح ليك جمهور في التيك توك وبيراقبوك بالشيح كمان. يلا والراضي انت بتحاول تثبت ان اسماء مارست نكاح المتعه. ماشي يا عم انا تمشيت معاك اهو. وقول رضي الله عن اسماء بنت ابي بكر المغفور لها ولعن الله سبابيها. يلا يا اسد تفضل. احنا عمرنا استاذ اشرف عمرنا احنا من سب الصحابه. يا عم تقول لعن الله من سب الصحابه. لعن الله من سب الصحابه الاخيار. لا الصحابة أجمعين. يعني تريدنا عن خالد بن الوليد لما سب ومعاوية لما سب علي وخالد بن الوليد لما سب. يا عم بس قول كده مالكش دعوة مالكش دعوة. قول وأنا أحل لك الإشكالية. قول لعن الله من سب الصحابة أجمعين وأنا أحل لك الإشكالية معاوية وخالد. رسول الله المنبر وقال لا تسبوا أصحابي. يا عم رد على قدر سؤالي. أنت ليه بتتملص من كل حاجة أسماء تملصت منها. أمك أثبتنا متعتها. لعن الله من سب خالد ومعاوية. يا عم لكش دعوة أنا أحل لك إشكالياتهم دول. بس يلا قول لي لعن الله من سب الصحابة أجمعين. يلا يا سيدي. لا 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 لعنة الله من صعد عليه المنبر. روح يا أسد نام. الله المستعان. المشكلة إن ده لجمهور بيتابعوه وما شاء الله ساعات اقعد كده في التيك توكر بقلب كده بالليل الاقيه مثلا قاعد بيناظر. انا بزعل بقى من اهل السنه اللي بيطلعوه في مناظره. ليه؟ والله ما يستحق اخواننا الاحبه. ده بيفسر القران بمزاجه ويفسر احاديث اهل البيت بمزاجه. اسهل طريقه لالزام اسد لسانه. ده مش بتاع علميه ومنهجيه ده في الحوار. فكل ما بيقول حاجة تعالى وافقوا بيها تلاقيه هو نفسه تراجع عنها. أثبت لك إن أسماء تمتعت تعالى أثبتنا له. إن هو أول غلط الأول في إنها تزوجت متعة لما وقعت في سؤال الإسراء والمعراج وبعد كده قال لك مغفور الله بعد كده تراجع بعد كده أنا لا أسب الصحابة تراجع. هو ده أسد. أم اتجوزت أثبت لي إن أم تتجوز متعة أثبت له تراجع.
ما هو ده الشيعي الاثنى عشري، هو ملك التراجعات الشيعي الاثنى عشر دايما احبتي الكرام. أباطرة الشيعة يتساقطون الواحد تلو الآخر. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. هؤلاء من يلقبون نفسهم بالأباطرة بأقحاح المحاورين، أين أنتم اليوم أمام كتاب الله وقول الإمام؟ صفر على الشمال. أذكر الصديق فخرا وابن عفان، ألب أرسلان والفاتيح عثمان. طلبات مشروعة وأسئلة مشروعة في إلزامات عجز عنها الشيعة، وما زال الشيعة عاجزون وسيعجزون، لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.